ايضا وصلتنا هذه الرساله من السائل عين الف يقول ما حكم الشرع في نظركم الشيخ صالح الفوزان في شراء سياره من احدى معارض السيارات بنظام التاجير. هذا ما هذا بنظام التاجير ما يصير بيع هو يقول اشترى سياره. نعم. والشراء غير التاجير الشراء غير التاجير لكن لعله يقصد الاجار المنتهي بالتمليك. نعم. هذا حرام ولا يجوز عقد باطل وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه وانه عقد باطل ولانه عقد لانه يشتمل على عقدين مختلفين عقد ايجاره وعقد عقد بيع ثم ايضا السياره التي اشتراها لا يدري ما ما تؤول اليه في المستقبل. ربما تتلف ربما لا تساوي شيئا فهذا بيع مجهول أيضا وأيضا هو بيع معلق والبيع المعلق لا يجوز لا بد أن يكون البيع منجزا نعم